الاستخدام ديالك للشاشة النهاية باحترافية كيخليك تحتفظ بالمشاهدات لفترة أطول وتكسب مشتركين أكثر. كيف ما كتلاحظوا، شاشة النهاية ممكن أنك تصوبها بطريقة احترافية. لاحظوا معايا جيدا الفيديو. هنا اول حاجه كنديروها هو اننا يعني كننتقلوا للبرنامج كانفا، هو اللي ممكن اننا نستعملوه هو بطريقه مجانيه اننا باش نختاروا واحد شاشه نهايه الفيديو ديالنا. برنامج كانفا يعني اما كننزلوه يعني في جوجل كروم، يعني كنبحثوا عليه في جوجل كروم canva.com، وبالتالي كتعطينا يعني الصفحه الرئيسيه. في هذا الفيديو هذا غادي نتعلموا يعني كيفاش ممكن اننا نديروا شاشه النهايه للفيديو ديالنا يعني ببرنامج كانفا، يعني بالبرامج يعني بالقوالب المجانيه. اول حاجه كنكتبوا يعني يوتيوب، كيف ما كتشوفوا كاين هنا عندنا يعني صوره مصغره، عندنا مقاطع الشورتس، عندنا يعني اغلاق، عندنا يعني كل الحوايج اللي غنختاروهم اللي غنحتاجوهم يعني لليوتيوب. حنا اللي كيهمنا وهو الخاتمه. للإشارة يعني كل خاتمة هنايا ولا كل فيديو هنايا كاين يعني اللي غنلقاهم مجانيين، كاين اللي غنلقاهم يعني عند منتج ولا يعني مدفوعين. حنا كنختاروا إلا المجاني، غنختاروا واحد القالب يعني اللي سهل أننا نخدموا عليه يعني في هذه التجربة هذه. كنحاولوا ما أمكن يعني ننظموا العناصر، كيف ما كتشوفوا هنا كل العناصر اللي على هذا القالب هذا ممكن أننا نحركوها يعني كيف ما بغينا حنايا، نحطوا هدف اليمين هدف اليسار يعني كيف ما بغينا حنا تكون عندنا الشاشة النهائية. هنايا يعني هذه الكتابه هذه غادي نبدلوها، غادي نديروا يعني غادي نختاروا جمله يعني واحده اخرى. كيف ما كتلاحظوا اشترك معنا ولا يعني انت كتشوف ولا اشترك من هنا، انت كتشوف يعني العباره اللي كتليق بك. وهنايا هذاك يعني اللي في الاسفل ممكن اننا يعني نكليكيو عليه ونحددوا يعني السله وكنحددوا العنصر وكنحيدوه نهائيا. العناصر اللي زايده يعني ممكن اننا نحيدوها ما كاينش مشكل. هنايا يعني غادي نزيد مجموعه ديال العناصر، وهنايا يعني باش نلقى هذه العناصر هذه كنكتب الاسم ديالها بحال في محرك البحث في الاعلى، كنكتب يعني محرك البحث ديال هذا اللي هنا في الاعلى. كما كتشوف كنكتب سهم وكتعطيني مجموعه ديال الاسهم. انا غنختار يعني هذا السهم هذا، غنصغر له دابا الحجم ديالو، غندير له لا روتاسيون يعني ب 90 درجه باش الاخر، غنختار واحد اخر اللي غنحتاجو باش نديرو يعني تحت الفيديوهات ديالي اللي غيكونوا في الشاشه ديال النهايه. طبيعة الحال يعني دائما 90، وكنخدم بنفس الحجم كما كتشوفوا الارقام كتبان. كنزيد نقلص من واحد شويه، ندير له لا روتاسيون يعني كندورو ب 90 درجه. وهنا دابا يعني غتكون الشاشه النهائيه ديالي كما كتشوفوا ببساطه يعني فيها يعني هذه الاسهم هذه. هنايا نبدل اللون ديال يعني ديال الكتابه من الاسود، ممكن يعني انني نبدل اللون، نبدل الحجم، نبدل اي حاجه كيف ما كتشوفوا. غادي نضيف يعني واحد العباره واحده اخرى من هنا من الجانب، كي كنبرك على التكست يعني كتفتح لي النافذه، غادي نضيف يعني عباره واحده اخرى اللي غتخلي ان المشاهد يشترك معايا يعني في الاخر. يعني بدعمكم نستمر كل واحد على حساب يعني العباره اللي كيشوفها لائقه به. هنا الا كان شي عنصر زائد بحال هذا يعني كنلوحو للسله، ما كنخليهش على شاشه النهايه ديالي، وبالتالي يعني كنهيئها بطريقه بسيطه جدا، كل العناصر مجانيه. هنا غادي نمشي نبدل، علاش قلت لكم بان اللون يعني ما تاخذوش بعين الاعتبار، بان في النهايه غنبدل الشاشه ديال ولا الخلفيه ديال الشاشه النهائيه ديالي. لاحظوا معايا غنرتب دابا العناصر بطريقه احسن حسب يعني الشكل اللي عندي هنايا. لاحظوا معايا هنايا وهنا بعد ما جربت كيف ما كتشوفوا هنايا، يعني هنا كنلاحظوا معايا كاين التوقيت وهي 6 ديال الثواني. حنا اللي كنعرفوا الشاشه النهائيه كتكون عندنا 20 ثانيه، وبالتالي غنزيد نمددو الى تقريبا 19 ولا 18 ونص، لان من الاحسن يكون قل من الشاشه ديال النهايه اللي كيكون فيها يعني 20 ثانيه. انا غادي نوصلو تقريبا ديك 18 ونص، حتى 19 ماشي مشكل، ولكن ما نزيدش اكثر. لاحظوا معايا هنا الساعه تقريبا 19 هي هذه شاشه النهايه ديالي يعني اوكي جربناها يعني هنا. هنا واحد القضيه بان الصوت يعني انا ما عندي ما ندير به، لان الموسيقى ما غنستعملهاش، غنستعمل الموسيقى ديال استوديو يوتيوب، وبالتالي غنسيليكسيونيها ومن الاعلى يعني غادي نرميها، وغيبقى لي الفيديو ديالي يعني ولا الشاشه النهائيه ديالي بهالطريقه هذه بدون صوت. وغادي ننتقل يعني مباشره بعد ما نرتب هذه العناصر هذه تكون مرتبه اش يعني بشكل جيد، غننتقل يعني لاستوديو يوتيوب باش نختار الموسيقى اللي غادي تليق بيا. هنا قبل يعني ما ننتقل غندير تنزيل ديال هذا الفيديو هذه، وغننزلو على الشكل ديال MP4
غندير من هنايا تنزيل، يعني لاحظوا معايا غنختار يعني الام بي 4 وغادي ندير له تنزيل. بعد ما غيتنزل لي على الفيديو ديالي انا غادي نتحول دابا يعني الاستوديو يوتيوب. لاحظوا معايا هي غتبان الشاشة النهاية ديالي بهذا الشكل هذا، لاحظوا معايا يعني جميل جدا. انتما كل واحد ممكن انه يختار واحد الشاشة النهاية اللي كتليق مع يعني مع المحتوى ديالو. هنا غنتقل استوديو يوتيوب، غنمشي مباشرة يعني مكتب موسيقى مجانية، كنبدا هنايا يعني كنكتشف هاد الموسيقى اللي هنا وحدة بوحدة. عندي مجموعة ديال المقاطع يعني داير عليهم نجمة لان انا كنت اخترتهم من قبل. ومن هنا كندير تنزيل وكنحول يعني المقطع الموسيقي فوق الهاتف ديالي مع الفيديو باش غندير له المونتاج ببرنامج في ان. غنتحول للهاتف هنا بعد ما حولت يعني الفيديو ديالي فوق الهاتف وحولت الموسيقى، غادي نمشي لبرنامج في ان كيف ما كتعرفوا، غنفتحو يعني من جديد، غننتظرو يعني ان تمر 4 ديال الثواني، 5 2 1. وهنا يعني غادي نكليكيو من اسفل على زائد وغنديرو نيو بروجيكت. هنا غادي نختار الفيديو ديالي يعني هو هذا، غادي نحولو مباشره. هو هذا كما كتشوفو، هذا هو الفيديو ديالي. هنا غادي نمشي نجيب الموسيقى، لاحظوا معايا يعني فيه غنشوفوا شحال ديال الثواني فيه. هنا غادي نحيدوا هذا الصفر، غنشوفوا شحال ديال الثواني، تقريبا 19 فاصلة، يعني باش ما تكونش عندنا شي زياده من الاحسن يكون عندنا النقص. غادي نحيدوا منه شويه وغنخليو 18 تقريبا فاصله يعني بعض الشيء. هنا غنمشيو نجيبو دابا الموسيقى اللي اختارينا، غنزيدوها من هنا، نمشيو نختارو الموسيقى وغنديرو يعني من هنا الموسيقى، غنصنتو. شوفوا هاد الموسيقى هذه هي بالضبط، وبالتالي غنديرو لها تشوز من هنا، غنعاودو الترتيب ديالها، غنحركوها يعني على طول الفيديو، ولكن ما باغينهاش من البدايه، غناخدوها من هنايا. نوصلوها هنا وغادي نزيدو نطولوها من النهايه، ومن الاسفل غادي نديرو في، وغادي نصمتو دابا من جديد. بعد ما يعني شفنا بان الفيديو ديالنا هو هذا، يعني مقطع اللي غادي نديروه في الخاتمه ديال الفيديو ديالنا، يعني غادي نديرو اكسبور. بعد ما غيتحمل لنا الفيديو يعني غيكون عندنا هذا مقطع كنديروه يعني على الفيديوهات ديالنا يعني كخاتمه. في الفيديو القادم يعني غننتقلوا مباشره يعني فوق القناه ديالنا، وغادي نوضحوا في الفيديو كيفاش ممكن يعني اننا ندمجوه مع الفيديو ديالنا. بالنسبة اليوم يعني ما نطولش عليكم أكثر من هذا، اللي أول مرة يعني كيشوف القناة ديالنا وما مشتركش فيها يشترك معنا، يخليو لنا التعليقات، خليو لنا اللايكات، اشتركوا معنا في الجروب ديال زاد المعرفة السليمة على يعني على الفيسبوك. من هنا بعد ما يعني كتحمل لنا كنكتبوا العنوان بحال دابا خاتمة، لاحظوا معايا خاتمة فيديو، خاتمة فيديو بهذه الطريقة هذه يعني، وكنرجع من هنا من الأسفل وكندير سافتو ألبوم، وبالتالي كيكون يعني الفيديو ديالي هذا المقطع هذا جاهز يعني باش نضيفو الفيديوهات ديالنا. شكرا لكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله.